اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم كنتواجدوا بمدينه مراكش بالضبط بالفيستيفال الفيلم الدوره ديالو 19، وكنتواجدوا معنا في هذه اللحظه هذه بليلى بالعربي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليلى بالعربي صافا لاباس عليك؟ ما تلاقيناش سنوات. سنوات بصح. ليلى بالعربي انت عندك واحد الميزه خاصه في الصوت ديالك تبارك الله، اللي كيتبعوا الناس بزاف وكيعرفوك بالصوت وما كيعرفوكش بالصوره، والان بغينا نعرفو بالصوره والصوت. شكرا لكم، مرحبا بكم. نعم. شكرا اللي كيتبعني واللي ما كيتبعنيش. نعرف براسي ليلى بالعربي، انا صحفيه براديو اتلانتيك لمده تفوق 15 سنه واكثر من 20 سنه في المجال. دابا عندك واحد البرنامج الجديد ديالك اللي كيتبعوه بزاف ديال الناس. نعم شكرا. تكلمنا على البرنامج ديالك. قبل ما نتكلم على البرنامج ديالي كنرحب بالمتتبعين ديال الزميل والصديق تيتانمي دو لونغ دات شفيق هريش، راه هو من المتمرسين والمصورين الصحفيين المعروفين بزاف. شكرا تبارك الله عليك، وانا كنتبعك مره. شكرا. كتقوم بواحد العمل جميل بالنسبه للعمل ديالي انا، من بعد ما كنت كندير برامج تفاعليه. برنامج قبل من هذا الشيء قال لي غادي نوقفك، وبغيت بغيتك تعرفيني عليك انت شخصيا. واش شكون هي بالعربي؟ واش مزوجه؟ السن؟ قولي لنا قولي لنا كلشي بغينا نعرفوه دابا. غنعطيكم بعض المعلومات. نعم. ليلى بالعربي في عقدي الرابع من العمر ديالي. نعم. قضيت واحد طفولتي عاديه بحال كاع الطفوله، اسره متوسطه، اب وام متقاعدين في مجال الوظيفه العموميه، اخت لاخين واخت وانا اكبرهم. نعم. واكبرهم تكون في مجال الصحافه. الحاله العائليه، الحاله العائليه عازبه عازبه. اش نقول لكم؟ واش هاد الرجال ما كيشوفوا؟ واش هاد الرجال هادو؟ هذا قضاء وقدر. نعم. امن به، وكل واحد والكتاب ديالو، والحياه مازال ما تسالاتش. الحياه ما كتساليش، ما كتوقفش عند رجل. الدور ديالك بمدينه مراكش دابا. نعم. انا دابا مزوجه بالحرفه ديالي بالمهنه الصحافه. انا هنا لامثل اذاعه اتلانتيك تابعه. نعم. لمجموعه ايكوميديا، القيام بالتغطيات ببعض المرات مباشر للنشرات الاخباريه، وفي الاسبوع المقبل ربما سنقوم ببرامج مباشره من هنا من استوديو ديال بالي دي كونغري لتغطيات هذا الحدث السينمائي الكبير في دورته 19. انا اللي غننصح الناس اللي كيتبعوا، يعني بغيت نهضر على مجال ديال الصحافه. نعم. اللي بغى يستقصي الخبر، اللي بغى يعرف الخبر اليقين يمشي للقنوات الصحيحه، وسائل التواصل الاجتماعي تعملات للتواصل الاجتماعي للتعبير الحر لرصد بعض الممارسات اللي فضح بعض المرات بعض الممارسات، لكن اللي بغى يسمع الخبر باش ما يكون يقين، لانه بعض المرات كتكون واحد. نعم. الفيك نيوز التي تزعج الراي العام بعض المرات كتمس بالامن العام، كتمس بسمعه البلاد، فكنصح المتتبعين لاننا توجهت وابلغ هذه الرساله عبر قناه في مواقع التواصل الاجتماعي ديال الزميل شفيق اعريش، تقصوا الخبر وسمعوه من يعني من المنبع ومن القنوات الرسميه ومن القنوات اللي هي صحفيه مهنيه عندها مصداقيه. كنتمنى لشفيق كامل التوفيق واحبكم جميعا. برنامج جديد سميتو مهن وحرف. انتم مساء مستمعينا ومستمعاتنا، ومرحبا بكم في عدد جديد من مهن وحرف. اليوم سنتعرف على مهن وحرف السينما. خليكم معنا. تبارك الله عليك، ونخليوك معنا حتى انت بالقناه ديالنا. نتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح لهذه الدوره 19 ديال المهرجان الدولي للسينما ولكافه القائمين، وبالتوفيق بالجميع.